بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل مع بعض الجزء الثالث من المحاضرة، وهو خاص طبعا بالباب الرابع اللي هو أو الفصل الرابع اللي هو الارتباط والانحدار، اللي هو صفحة 153. طبعا في نهاية الجزء الثاني يا جماعة كنا خلصنا الفصل الثالث بالأدوات الإحصائية الخاصة به، بالاختبارات اللي هي خاصة بعينة واحدة وعينتين مستقلتين أو مرتبطتين، بالإضافة إلى تحليل التباين أيضا. وطبعا إحنا قلنا بنستخدمه في حالة الاختبارات المعلمية، واختبار كروسكال واليس واختبار فريدمان. بكده يبقى إحنا نهينا الجزء اللي هو خاص بالفصل الثالث. هنبدأ حالا دلوقتي في الجزء الثالث زي ما قلنا من المحاضرة، وهو خاص بالارتباط والانحدار. طيب الأول يا جماعة عايزين نفرق ما بين الارتباط والانحدار. الارتباط بيعني ايه؟ الارتباط ده يا جماعة بيقيس قوة واتجاه العلاقة بين المتغيرات، بس ما بيهموش مين يأثر على مين. يبقى الارتباط تاني بيحدد ايه؟ قوة واتجاه العلاقة بين المتغيرات، العلاقة اللي بينهم طردية ولا عكسية، قوية ولا متوسطة ولا ضعيفة. لكن مين بيأثر في مين؟ لا، دي مش علاقة الارتباط خالص، ولكنها خاصة بالانحدار. طب الارتباط احنا عندنا ايه معاملات الارتباط اللي احنا ممكن نستخدمها؟ عندنا معامل ارتباط بيرسون، طبعا ده بيستخدم في حالة المتغيرات الكمية. معامل ارتباط سبيرمان ده بيستخدم في حالة المتغيرات الوصفية، او واحد وصفي وواحد كمي، نقدر نستخدم سبيرمان. طب معامل ارتباط كاندل يستخدم ده في حالة المتغيرات النوعية، وممكن استخدمه ايضا في حالة المتغيرات الكمية لو شروط معامل ارتباط بيرسون ما اتطبقتش. يعني انا عشان استخدم معامل ارتباط بيرسون في بعض الشروط، طبعا منها ان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، منها اللينياريتي ان هو يكون العلاقه خطيه بين المتغيرات. لو في شروط ما اتطبقتش او شروط ما تمش استيفائها، مش هقدر استخدم معامل ارتباط بيرسون، وممكن الجا الى معامل ارتباط كاندل. يبقى احنا قلنا الارتباط بيحدد قوه واتجاه العلاقه بين المتغيرات، بيرسون متغيرين كميين، سبيرمان واحد وصفي وواحد كمي او الاثنين وصفيين، كاندل في حاله المتغيرات النوعيه، او يستخدم ايضا في حاله عدم في حاله المتغيرات الكميه في حاله عدم استيفاء شروط معامل ارتباط بيرسون. ده بالنسبه للارتباط. الانحدار احنا قلنا الارتباط بيحدد ايه؟ قوه واتجاه العلاقه، لكن الانحدار بيحدد تأثير أحد المتغيرات على متغير آخر. يعني لو عندي علاقة ما بين الدخل والاستهلاك، عايز أعرف ما هو مقدار تأثير الدخل، ما هو مقدار تأثير الدخل على الاستهلاك. الدخل طبعا هنا بيعتبر كمتغير مستقل أو متغير تفسيري، والاستهلاك كمتغير تابع. طبعا احنا مش هنتكلم كتير في الانحدار لأن احنا أخذناه في الترم الأول باستفاضة. طب احنا بقى عايزين نطبق الارتباط والانحدار دوت. طبعا الانحدار ايضا ليه شروط يعني كتير، واخدنا منها اجزاء كتيره في الترم الاول. عايزين نطبق الارتباط والانحدار على مثال عملي على برنامج الاس بي اس اس. طبعا انا في الفصل ده مش هطول عليكم كتير، هم بس ان شاء الله 10 دقائق او ربع ساعه افهمك ازاي نطبق الارتباط والانحدار على البرنامج، ونحلل البيانات الخاصه بيه بمثال بسيط. طيب تعالوا نبدا كده على المثال اللي هو موجود عندكم. انا مش عارف صفحه كام بصراحه، بس هو في الفصل الرابع يعني. افتح معايا الفصل الرابع. تمام، نبدأ مع بعض. هو المثال عبارة عن الدخل والإنفاق، بيديني بيانات خاصة بالدخل والإنفاق، وهات لي معاملات الارتباط وارسم شكل الانتشار، هات لي معاملات الارتباط بيرسون وسبيرمان وكاندل، وهات لي شكل وارسم لي شكل الانتشار، وهات لي معادلة الانحدار. هو ده اللي احنا عايزين نعمله. طيب نبدأ مع بعض. أول حاجة ندخل المتغيرات. أول حاجة الدخل، نكتب هنا الدخل، وهنا الاستهلاك او الانفاق. الدخل والانفاق، كويس. الدخل نبدأ ندخل البيانات بتاعته، ادي 65، 53، 84، 64، 76، 56، 68، 55. ادي الدخل. الانفاق بقى
53 44 60 52 60 43 50 52. تعالوا بقى، انا عايز ارسم. طبعا في شروط احنا يعني دون الالتفات او دون النظر الى الشروط الخاصه بكل اداه احصائيه، احنا عايزين نفهم ازاي نطبقه. انا دخلت بيانات خاصه بالدخل ودي بيانات خاصه بالانفاق، وعايزين نعرف معاملات الارتباط. طبعا نضغط على الانالايز. خلينا في الارتباط الاول، كورليت باي فيريت. يبقى انا لو عايز اطبق معامل ارتباط بعمل ايه؟ انالايز، اللي هو بيحدد زي ما قلنا قوه واتجاه العلاقه بين المتغيرات، انالايز كورليت باي فيريت. وبعدين نضغط اوكي. هو بيقول لي بين مين ومين، ايه المتغيرات اللي انت عايز تجيب لها؟ ما هو ارتباط بين مين ومين، لابد ان يكون هناك متغيرين. اقول له بين الدخل ادي واحد، ننقل الانفاق الاخر، وادي الانفاق اوبشن. ماشي، مش عايزين حاجه من دي، مفيش مشكله. ادي الدخل وادي الانفاق. يقول انت عايز مين؟ شايف هو منشط لي اوكي بيرسون. اقول له طب ايه رايك هات لي كاندل معاك وهات لي سبيرمان معاك، عشان نبدا نعرف الانواع الثلاثة ونعرف استخداماتهم او نعرف بيجوا ازاي. يبقى دي بيرسون ودي كاندل ودي سبيرمان، ده متغيرات نوعية، ده متغيرين وصفيين او احدهما وصفي على الاقل، بيرسون متغيرات كمية. بس خلينا نجيبهم الثلاثة، بيرسون وكاندل وسبيرمان، ونبدأ نقول له اوكي. اول واحد اهوت ادي الكورليشنز. يبقى الكورليشن انا ممكن اجيب لك حاجة زي كده، اقول لك دي خاصة بايه؟ تقول لي بمعامل الارتباط بين الدخل والانفاق. طيب دي اول حاجه جبناها ازاي؟ عن طريق analyze correlate by variate، وبعدين اخترنا person، مفيش مشكله. او شايف person correlation، يبقى معامل ارتباط person، person correlation، person correlation. طيب اول حاجه يا جماعه خلي بالك من نقطه مهمه قوي. طبعا اي متغير بيرتبط بنفسه بنسبه 100%، يعني انت تشوف الدخل وادي الدخل مرتبط بنفسه بنسبه كام؟ 100%. طب الدخل اهو والانفاق مرتبط بنسبة كام؟ 86%. يبقى معنى كده أن الارتباط الأول ده موجب، يبقى الارتباط طردي. طيب و86 يبقى قوي أو قوي جدا على حسب ما نصنفها، يبقى الارتباط هنا طردي قوي. طردي ليه؟ لأنه موجب. وقوي ليه؟ لأنه 86. ارجع للتصنيفات اللي احنا كنا أخدناها في الترم الأول، هتلاقي إن احنا قلنا من تقريبا من 75 ل 80 ارتباط، أو من لحد 90 قوي، ومن 90 ل 1 قوي جدا، يبقى هو ده ارتباط طردي قوي. طيب شايف اللي تحت دي يا جماعة؟ السيجنيفيكانت؟ ده 6 من 1000 بنفس الطريقة برضه. ممكن نقولها، نقول إيه؟ إن احنا ممكن نقول معامل ارتباط R تساوي 0، R لا تساوي 0، الفرض العدمي، اختبارات الفروض بتاعت معاملات الارتباط. بقول معامل ارتباط يساوي صفر، ده الفرض العدمي، معامل ارتباط لا يساوي صفر، الفرض البديل. وبعدين ابدا اشوف ادي السيجنيفيكانت اهي 6 من 1000 اقل من 5 من 100، يبقى معناه ان الارتباط معنوي. وحتى من غير ما نعرف السيجنيفيكانت، شايف يا جماعه 600 او 864 عليها علامه ايه؟ نجمه كده او شرطه، دي معناها ان الارتباط قوي او دل احصائيا. دل يعني قبلنا الفرض البديل، رفضنا العدمي وقبلنا الفرض البديل بأن الارتباط معنوي. يبقى معاملات الارتباط تاني اللي انا عايزه منه ايه؟ اول حاجه ده معامل ارتباط مين؟ بيرسون كورليشن، ادي رقم واحد. رقم اتنين بيحدد ايه معامل الارتباط؟ قوه واتجاه العلاقه بين المتغيرات. بيرسون متغيرين نقط كميين. الايه اللي ايه اللي اسمه الامر المستخدم في ايجاده؟ انالايز كورليت باي فيريت. طيب تعالى، طب قيمة معامل الارتباط كام؟ اهي 86%، ده ارتباط ايه؟ موجب، يبقى طردي قوي، يبقى اقول طردي قوي، طردي قوي، ادي نقطة. طيب اختبارات المعنوية، اقارن الاس اي جي، طبعا معامل عشان اختبر المعنوية لابد ان انا اصيغ الفرض العدمي والفرض البديل. الفرض العدمي بيقول ايه الفرض العدمي؟ الارتباط لا توجد علاقة ارتباط، او معامل الارتباط بيساوي صفر. الفرض البديل يقول ايه؟ علاقة الارتباط معنوية، أو معامل الارتباط لا يساوي صفر. يبقى العدمي بيقول إن هو بيساوي صفر، والبديل بيقول إن هو ما بيساويش الصفر. أدي صيغنا الفرض العدمي والفرض البديل، حددنا مستوى المعنوية. رقم ثلاثة المقارنة والقرار. المقارنة أقول له حيث أن قيمة مستوى الدلالة الإحصائية
اللي هي significant أقل من مستوى المعنوية، وبالتالي يتم رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل بأن الارتباط معنوي. أدي الارتباط. خلي بالك اللي فوق زي اللي تحت هي مصفوفة، يعني لو عملناها كده أهي، ده هو ده، وثمانية هم عددهم ثمانية، وده ستة من ألف ستة من ألف، يعني أنت لو استخدمت دولي خلاص أنت عرفت دولي لأنها مصفوفة اللي فوق زي اللي تحت. طب ده معامل ارتباط بيرسون. طب تعال هنا كاندل أهو بنفس الطريقة. لحد هنا يا جماعة كاندل، كاندل معامل الارتباط بتاعه 59%، 59% اهوت. طب ومعامل ارتباط سبيرمان كام؟ 73%. ادي معامل ارتباط سبيرمان. يبقى ده اسمه ايه؟ كاندل، بيفترض في حاله المتغيرات النوعيه، بس احنا استخدمناه هنا تجاوزا عشان افهمك بيجي ازاي، وهنا نون بارامتريك كورليشنز. يبقى الارتباط، يبقى ده بارامتريك اللي هو معامل ارتباط بيرسون، ده من الاختبارات المعلميه، اما سبيرمان وكاندل من الاختبارات اللامعلميه، عشان كده قلنا في حاله عدم توافر شروط استخدام بيرسون ممكن نلجا الى كاندل لانه احد الاختبارات اللامعلميه او بديل لاختبار بيرسون في حاله عدم توافر شروطه. يبقى ادي كاندل اهو معامل الارتباط اهوت، وادي سبيرمان ادي معامل الارتباط بتاعه اهوت، وده مستوى المعنويه بتاع ده، وده مستوى المعنويه بتاع ده. ده اللي هو معاملات الارتباط. طيب تعالوا بقى يا جماعة، احنا كده فهمنا ازاي نجيب معاملات الارتباط analyze correlate bivariate، ونبدأ نحط المتغيرات اللي احنا عندنا، ونبدأ نجيب الايه العلاقة بين المتغيرات، سواء كانت متغيرات وصفية او كمية، وصفية باستخدام معامل ارتباط بيرسون او كاندل او سبيرمان لو هما وصفيين، اما بيرسون كمي. طيب تعالوا بقى نرسم شكل الانتشار. طب خلاص ده احنا مش محتاجينه، او ممكن نكمل عليه، نكمل عليه مش مشكله. طب تعال نرجع تاني للشاشه دي، تعال نرسم شكل الانتشار كده اهوت. يبقى جراف ديالوج، وبعدين ببدا اجيب سكاتر اللي هو شكل الانتشار، وبعدين اقول له سيمبل انا عايز البسيط، وبعدين ديفاين. شوف الدخل والانفاق، الدخل طبعا اللي هو الاكس اهوت، والانفاق اللي هو واي، وبعدين اقول له اوكي اهوت. ده شكل الانتشار يا جماعة. شايف أغلب النقاط تكون خط إيه؟ مستقيم. أغلب النقاط كونت خط مستقيم. أغلب أدي الإنفاق أهوت، وأدي الدخل. يبقى ده شكل الانتشار، أو بيحدد لي العلاقة بين المتغيرات اللي هو الدخل والإنفاق اللي حددتها بشكل خط مستقيم. أهوت شايف النقاط تقريبا ماشية كلها على خط إيه؟ مستقيم. علشان كده قلنا العلاقة لينير أو خطية، بين خطية في المتغيرات ما بين الدخل والإنفاق. ماشي. يبقى احنا استعرضنا دلوقتي معاملات الارتباط وشكل الانتشار. طب النقطة الأخيرة عشان ما اطولش عليك، تعال نشوف معادلة الانحدار. ازاي نجيب معادلة الانحدار؟ نرجع للبيانات الأصلية. معادلة الانحدار يا جماعة اللي هي ايه؟ اقول انالايز اهوت، وبعدين انحدار ارتباط كان كورليت. امال الانحدار يعني ايه؟ ريجريشن اهوت. يبقى الانحدار اللي هو الريجريشن انحدار، وبعدين احنا قلنا لينير انحدار خطي. يبقى طبعا في انواع كتيره جدا من الانحدار، بس طبعا ده اللي احنا اخدناه. يبقى analyze regression linear، وبعد كده نضغط على linear. طيب شايف بقى هنا اداني حاجتين، قال لي dependent اللي هو المتغير المتابع، وindependent او independence اللي هي المتغير او المتغيرات المستقله او التفسيريه. فين المتغير التابع؟ هقول له الانفاق هو المتغير التابع اهو، حطيناه هنا. طب والمتغير المستقل او المتغيرات المستقله او التفسيريه؟ الدخل اللي عندي واحد بس هو الدخل. خلاص رتبناهم. لو انا عملت اوكي مفيش مشكله، بس انا عايز نشوف حاجات تانية. المثل طبعا عندي كذا طريقه، في حاجه اسمها الانتر ستيب وايز ريموف باك فورورد اليمينيشنز او باك وورد، او يعني بنسميها باك اللي هو باك وورد وفورورد اللي هو الحذف من الامام والحذف من الخلف، مش مشكله. خلينا في طبعا الطريقه العاديه اللي هي طريقه الانتر البلوتس. لو انا عايز ارسم مثلا النورمال بروبابيلتي بلوت، لو عايز ارسم الاحتمال عشان اعرف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ولا لا، اهو بجيبها منين؟ اهو البلوتس اهي، ببدا اقول له ارسم اهو، واضغط على النورمال بروبابيلتي بلوت. تمام، احنا مش محتاجين حاجه ثانيه، خلاص مش مشكله لاي حاجه ثانيه، خلاص مش ما فيهاش اي حاجه خالص، مش عايز اي حاجه. حددنا كده، كفايه عليكم لحد هنا، ونبدا نعمل اوكي. يبدا هو يجيب لي الحاجات، شايف بيقول المتغير اللي انت دخلته اللي هو الداخل. كويس، هنترجم بس مع بعض الحاجات دي. الار دي يا جماعه اللي هو معامل الارتباط، الار اللي هو اسمه معامل الارتباط،
R معامل الارتباط، R square اللي هو بيسميه معامل التحديد، يبقى ال R معامل الارتباط، R square معامل التحديد، adjusted of R square اللي هو اسمه معامل التحديد المعدل. نقول كمان مرة، R معامل الارتباط، طب R square اسمه معامل التحديد، adjusted of R square اللي هو معامل التحديد المعدل. ده اللي هو ستاندرد ايرور اوف استيميشن، اللي هو الخطأ المعياري للتقدير، الخطأ المعياري للتقدير، الخطأ المعياري للتقدير. نقول تاني، معامل الارتباط، معامل التحديد، معامل التحديد المعدل، الخطأ المعياري للتقدير. وهو شوف بيقول لي بريدكتورز اللي هو المتغيرات التفسيرية، الدخل وهنا الإنفاق. طيب الجدول ده مش مشكلة، مش عايز أضايقك بيه. تعال نشوف معادلة الانحدار وكفاية على كده عشان برضو ما نطولش عليك، يبقى سيبك من الجدول ده، تعال على الجدول الأخير اللي هو الكوفشنتس اللي هو المعاملات. معادلة الانحدار اللي احنا خدناها في الترم الأول يا جماعة برضو هقولها لك. الأول دي قيمة تي المحسوبة، تمام، للثابت، ودي قيمة تي المحسوبة للمعامل، دي تي المحسوبة للثابت ودي تي المحسوبة للمعامل. بيتا دي ما تشغلش بالك بيها لأنها بيتا المعيارية، ماشي. طب فين الثابت؟ مش احنا قلنا ان معادلة الانحدار y بتساوي b0 زائد b1x، او y هات بتساوي b0 هات زائد بيتا 1 هات x. b0 فين؟ اهوت، هو ده b0 اللي هو 18 وشوية. طيب ال b1 ب 5 من 10، يبقى لما اقول لك اكتب لي معادلة الانحدار تقول لي كده ال y هات بتساوي ال b0 هات زائد ال b1 هات x. طيب نكتبها بقى بالارقام، يبقى الواي هات بتساوي بدل البي 0 نحط قيمتها اللي هي كام؟ 18 و9 من 10، يبقى اقول له الواي هات بتساوي 18 و9 من 10 زائد بيتا 1 هات اللي هي كام؟ اللي هي 503 من 1000 اكس. اهي انت كده تبقى انت كده جبت معادله الانحدار. يبقى نقول معادله الانحدار تاني، الواي هات بتساوي 18 و9 من 10 زائد 503 من 1000 اكس، يبقى انت كده جبت معادلة الانحدار. نقولها كمان مرة، الواي هات بتساوي 18 و9 من 10 زائد 503 من 1000 اكس، وحطها بين برواز كده، دي معادلة الانحدار. طيب انا عايز بس حتة كمان صغيرة اختبر معنوية معادلة الانحدار دي، اللي يهمني دي، شايف الحتة دي؟ ستة من ألف، أقارنها بمستوى المعنوية، أقارنها بمستوى المعنوية اللي هو اسمه إيه؟ مستوى، أنا آسف، أقارنها صح بمستوى المعنوية، دي اسمها مستوى الدلالة الإحصائية، ستة من ألف، أكيد دي أقل من خمسة من مية اللي هو مستوى المعنوية، وبالتالي لما برفض العدمي وأقبل البديل، البديل اللي هو بيقول لي أن الانحدار معنوي، العدمي بيقول الانحدار غير معنوي، والبديل بيقول ان الانحدار معنوي. اقول تاني، لما نقول صياغه الفرد العدمي والفرد البديل، الفرد العدمي الانحدار غير معنوي، الفرد البديل الانحدار معنوي. طب نشوف بقى هنقبل مين ونرفض مين. اجي على الستة من الف اقول له حيث نجد ان القيمه المحسوبه، خلي بالك ده زي دي، شايف؟ بس انا قلت الجدول ده مش مشكله، ماشي. تعال على الجدول ده، نجد ان القيمه المحسوبه، نجد ان مستوى الدلاله الاحصائيه بين قوسين الاس اي جي تساوي 6 من 1000، وهي أقل من مستوى المعنوية، ألفا بتساوي 5 من 100، وبالتالي يتم رفض الفرض العدمي بأن الانحدار غير معنوي، وقبول الفرض البديل بأن الانحدار معنوي، وذلك بدرجة ثقة 95%. ده اللي أنا عايزه، مش عايز أكتر من كده. يبقى تاني أقول تاني إيه اللي أنا عايزه؟ الجدول ده، معامل الارتباط، معامل التحديد، معامل التحديد المعدل، الخطأ المعياري للتقدير. الجدول ده ما تشغلش بالك بيه، تعالى على الجدول اللي تحت. الجدول اللي تحت ده بيجيب لنا ايه؟ معادلة الانحدار. طب يلا بينا نشوف معادلة الانحدار، y هات بتساوي 18 و9 من 10 زائد 503 من 1000 اكس. طيب نيجي بعد كده، فين قيمة تي المحسوبة لثابت الانحدار؟ 2 و4 من 10. قيمة تي المحسوبة لاختبار، قيمة تي المحسوبة لمعامل الانحدار 4 و19 من 100. يبقى قيمة تي المحسوبة للثابت كونستانت، ما هي كونستانت اللي هو الثابت ب 2 و4 من 10، اما قيمه تي المحسوبه للمعامل اللي هو الدخل ب 4 و19 من 100.
طب تعالى ناخد القرار، أول حاجة هو الانحدار ده معنوي ولا غير معنوي؟ نقول له تعالى نصيغ الفرض، رقم واحد صياغة الفرض العدمي والفرض البديل، الفرض العدمي الانحدار غير معنوي، الفرض البديل الانحدار معنوي. القرار بقى نجد أن مستوى الدلالة الإحصائية الس اي جي تساوي 6 من 1000، وهي أقل من مستوى المعنوية ألفا بتساوي 5 من 100، وبالتالي يتم رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل بأن الانحدار معنوي وذلك بدرجة ثقة 95%. الجدول ده مانيش عايزه، الرسمة دي شايف ده خط الطبيعية يا جماعة، شوف ده اسمه النورمال بروبابيلتي بلوت، يعني رسم الاحتمال الطبيعي للانحدار، عشان نعرف هو ده بيانات تبع التوزيع الطبيعي ولا لا، من غير بقى احنا كنا بنستخدم اختبار كولوموجروف سمرنوف، ده طريقه تانية ان احنا بنرسم الاحتمال الطبيعي، الشكل ده الخط ده هو رسم الاحتمال الطبيعي، الخط ده شايف النقاط دي، احنا مش عندنا 8 نقاط 1 2 3 4 5 6 7 8، مش البيانات 8؟ البيانات 8 هي يعني مش واضحه هنا، 7 هم 8 7 ونزودنا واحد يبقى 8 ماشي، البيانات عندنا يا جماعه 8، هي ان حجم العنب 8 ماشي، 8 اهم، شوف وضعهم فين على خط الطبيعيه؟ عليه او في يعني انحرافات بسيطه بس هم تقريبا على الخط، يبقى معنى كده ان البيانات دي تتبع التوزيع الايه؟ الطبيعي، يعني انا ممكن اجيب لك رسمه زي دي واقول لك هي من خلال الرسمه دي البيانات بتاعه البيانات دي تتبع التوزيع الطبيعي ولا لا؟ تقول لي اه هي تتبع التوزيع الطبيعي، لان تقريبا اغلب المتغيرات على خط الطبيعيه، اغلب النقاط على خط الطبيعيه، وبالتالي نجد ان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي. اكتر من كده انا مش عايز عشان ما اطولش عليك، يبقى احنا فهمنا ايه اللي علينا؟ الجدول ده. ادي واحد. طيب الشرح بتاعه ايه؟ اقول لك معامل ارتباط هو بايه؟ معامل التحديد يعني بكام؟ معامل التحديد المعدل بكام؟ الخطا المعيار للتقدير بكام؟ الجدول ده سيبناه. الجدول ده نجيب منه مين؟ المعادله، نجيب منه خلي بالك اول حاجه المعادله، فين الثابت بتاع المعادله؟ اهوت، فين معامل المعادله؟ اهوت، قيمه تي محسوبه للثابت اهيت، قيمه تي محسوبه للمعامل اهيت، خد القرار من خلال الرقم ده الاخير ده، الاس اي جي بتاع الثابت ده مش عايزه، لكن انا عايز بتاع المعامل اللي هو 6 من 1000 زي ما قلنا، بتصيغ الفرض وتاخد القرار. النقطه الاخيره اللي هو الرسمه ديت، الرسمه دي اجيبها لك مثلا او اقول لك ايه رايك في الرسمه دي، تقول لي الرسمه دي بتدل على ان المتغير اللي هو مثلا وليكن الانفاق او اي متغير اجيبه لك بيتبع التوزيع الطبيعي، حيث ان اغلب النقاط على خط الطبيعيه، تقع على خط الطبيعيه زي ما انتم شايفين كده. خلاص يا جماعه اكتفي بالقدر ده، طبعا مش هطول عليك خالص، اتمنى ان انتم تذاكروا اللي احنا قلناه كويس ان شاء الله، لو اما نشوف بس الكليه او الجامعه هتعمل لنا، هل هتعمل لكم ابحاث ولا يعني هنستخدم الابحاث ولا هنعمل امتحان، هنشوف لو امتحان هيبقى بسيط من اللي احنا قلناه، ما فيهوش اي جديد، ذاكر اللي احنا قلناه اول باول وما فيش اي مشكله خالص، ولو في اي حاجه يعني يا ريت تتواصلوا معايا على الفيس ولا اي حاجه، تقولوا لي ايه النقاط اللي صعبه او النقاط اللي سهله عشان نقدر نشوف لو في اي حاجه واقفه معاكم، بس انا اعتقد ان المنهج بسيط ما فيهوش اي حاجه خالص. خلاص يا جماعه اشكركم واتمنى ان ربنا يوفقكم كده ان شاء الله، وربنا ييسر لكم الحال، وان شاء الله السنه الجايه اشوفكم في رابعه باذن الله، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.